استاذ محمود منورنا على القاهره 24، ببارك لحضرتك على تجربه كارت شحن، التجربه مختلفه، كلمني عن التجربه بشكل عام. اهلا بالقاهره 24، منورنا. كارت شحن هو حلم من احلامي، الحمد لله اتحقق بعد وقت كبير شويه، الحمد لله طلع للنور كفيلم سينما، وان شاء الله زي ما بنقول في الحمله الدعائيه للفيلم هو فيلم كوميدي مختلف، ان شاء الله كل الناس تسعد بيه وتتبسط لما تشوفه باذن الله. الفكره هي الصراع بين فكره كارت الشحن، هي الصراع بين التكنولوجيا اللي بتفتح كل يوم ابواب جديده للانسان، وبتاخد من العالم الواقعي بتاعه وبتاخده الى العالم الافتراضي، الصراع بين العالمين، بين التكنولوجيا والابلكيشنز وبين الحياه الطبيعيه والمشاعر الانسانيه الطبيعيه للانسان. كلمني برضو، هل كان في ترشيحات تانية للنجوم غير محمد ثروت وبيومي فؤاد في البدايه ولا لا؟ كانوا في البدايه ترشيحات اولى، وكان في بس مشغولين ربنا يكرمهم ويعينهم على شغلهم، وكان في افكار لترشيحات تانية، بس خلاص العمل طلع بالاساتذه الفنانين المحترمين اللي انا بحبهم جدا وانا من معجبينهم ومن عشاقهم، الاستاذ بيومي فؤاد والاستاذ محمد ثروت. محمد ثروت وبيومي فؤاد اتقابلوا في اعمال كتيره وقدموها برضو كانت بشكل كوميدي وبشكل لذيذ ومختلف، شايف برضو ان العمل ده ممكن يقدمهم للجمهور بشكل مختلف اخر؟ نعم، الحمد لله احنا في الحمله بتاعتنا بنقول ان ده فيلم كوميدي مختلف. طبعا كل الاحترام والتقدير لكل الاعمال السابقه اللي اشتغلوا فيها الاساتذه، بس الفكره هنا اللي بتقود الممثل مش العكس، الورق اللي بيقود الممثل، الشخصيات هي اللي بتقود الممثل مش العكس. فطالعين استاذ بيومي فؤاد عامل حوالي 12 شخصيه، والاستاذ ثروت عامل شخصيه جديده هتشوفوها كده لطيفه جدا، ربنا ييسر وكل المشاهدين يعجبوا بيها ان شاء الله وبالفيلم كله ان شاء الله. شايف ان الفيلم بيتعرض وسط احداث غزه، شايف ان ده ممكن ياثر على الايرادات بشكل عام ولا لا؟ كل قلوبنا ودعمنا لاهلنا في غزه طبعا، وفي كل مكان من الوطن العربي متضرر من الحروب تحديدا غزه، بس يعني عجله الحياه لازم تستمر، عجله الحياه لازم تستمر، واللي بيشتغل شغله، الدكتور بيروح العياده بتاعته، المهندس بيروح الموقع بتاعه، احنا كصناع سينما بنشتغل، وكل الدعم لاهلنا في غزه وفيداهم اي حاجه، ايرادات او غير ايرادات، فيداهم اي شيء، ولكن لازم نشتغل ولازم نطلع شغلنا. يعني في هجوم اخير برضو على الاستاذ بيومي فؤاد بسبب احداث غزه وكده، شايف برضو هل ده ممكن ياثر على الفيلم بشكل عام ولا لا؟ انا بتحفظ على الكلام في الموضوع ده، الكلام ده قتل بحثا واتكلمنا فيه كتير جدا، فاتمنى ان احنا نشوف الممثل يا جماعه يعني علاقته بالعمل بتنتهي مع اخر شوط في العمل. انا ليا الشرف ان انا اشتغل مع كل الفنانين في العمل، استاذ بيومي فؤاد واستاذ محمد ثروت، العمل ليه منتجين وناس صرفوا وناس اشتغلوا فيه، ان احنا شغالين بقى لنا يعني مخلصين بقى لنا حوالي 4 شهور وشغالين فيه بقى لنا سنه ونص، فمن قبل الاحداث ومن قبل المشاكل ومن قبل اي شيء، فاحنا يعني متوكلين على ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يكرمنا والناس ان شاء الله تخش يعني نسيبنا من اي شيء ونخش نشوف فيلم مصري، صناعه مصريه 100%، فكرته مختلفه واتمنى يعجب الناس كلها ان شاء الله. كلمني برضو عن الكواليس بين الابطال في العمل. جميله جدا، ما تبطليش ضحك يعني، بيومي وثروت ما تبطلوش ضحك، بهجه يعني، والاستاذه هاله فاخر والاستاذ سامي غوري والاستاذ عمرو رمزي وناس كتيره، والاستاذه منى جمال، جميل، اجواء جميله وكواليس جميله. شكرا. خطه برضو لحضرتك ان شاء الله الفتره الجايه بعمل جديد ان شاء الله؟ في عمل جديد بس مش هينفع اقول اسمه عشان ما يتحرقش، لو قلت الاسم الفكره هتتحرق على طول، ف ان شاء الله باذن الله قريب تظهر التفاصيل على الصحف. شكرا.